أورد موقع المشاهد نت تقريرا عن ملف الأسرى الذي تم بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفيما إن كان بداية لإحلال السلام وإيقاف الحرب المستمرة منذ 5 سنوات. أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين قالت إن السلام يبدأ من قلوب الأمهات، وإن تحريك ملف الأسرى بادرة طيبة من بوادر بناء الثقة بين الطرفين. الحاج طالبت الجهات المعنية بالاحتكام إلى طاولة الحوار لإيقاف الحرب، لافتة إلى أن مطالبهم هو نزع السلاح من أيدي الجميع. ويتفق معها سيف الحدي المنسق العام لمنتدى الشباب للسلام، حيث يقول إن تحريك ملف الأسرى هو تمهيد إلى إحداث اختراق في حلقة الصراع الدائرة والخروج إلى معايير بناء الثقة بين أطراف النزاع. وعلق عميد كلية الإعلام سابقا الدكتور عبد الرحمن الشامي على تبادل الأسرى بالقول إنهم كلهم يمنيون، عاد هؤلاء إلى صنعاء وذهب أولئك إلى مأرب، حالة مأساوية تعكس ما أوصلتنا إليه الحرب العبثية في اليمن.